شيده ذي معاتب حبيبه ذي مشاريه غالي وذي تخفف من السكر والاخرى تزيده من بادي ال... لا اله الا الله. اوه يا ربي. شباب في مرمر صح؟ والله تبلي بس يود والله ما شاء الله عليك سيد اليوم. شو اسمه هو؟ من هو؟ فيصل لبان. ايه فيصل لبان. ما شاء الله عليه، يوم ما شاء الله عليه صوت. ما شاء الله. يوم ما شاء الله عليه صوت. يا ولد سيود والله ما توقعت انه ياخذ النسم ذا ولد قصير ونسمه ما شاء الله تبارك. اقسم بالله من كثر زي كذا هو جالس زي كذا وزي كذا بس انه والله بس والله يا عليه صوت. اي والله صوته عليه صوت ما شاء الله تبارك الله. اجرامي اجرامي ما سمعته يوم يقول لا ما كذا لا لا ليل يا ليل يا اسمع اسمع يقول يقول البارحة جاءت معذبتي في غيهب الغسق الله كأنها الكوكب الدري في الأفق أفق فقلت نورتي يا خير زائرة أما خشيتي من الحساد في الطرق فقالت فقالت ايش قالت و قالت قالت وحق عيوني أحق من قالت أنا ما مسيت من تالي الليل جاءت معذبتي اسمع اسمع أنا بقولها وانت غنى تعال هنا تعال جاءت معذبتي اسمع اسمع جاءت معذبتي في غياب الغسق جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق فقلت نورت يا خير زائرة أما خشيت من الحراس في الطرق فقالت وحق عيوني أعز من قسم ونور رب الكعبة أني مغرقي والله بيبينك أحس أني لو حفظتها بتجي حلوة صح؟ جاءت بحفظها بكره بقولها ربي يجعلها من يا ربي جاءت جا 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 استضحكه وانت تغني زي كذا سبحان الله احس انه بيصمم زي كذا تقول وجهك مو بجدي اسمع اسمع جاءت معذبتي جاءت معذبتي في غيهب الغسق يا اخي ذا الصوت تقول تو صح من النوم طيب اسمع يلا جاءت معذبتي في غيهب الغسق لا تكفى عود على ذيك اسمع اسمع جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق فقلت نورتي يا خير زائرة أما خشيتي من الحراس في الطرق الحراس والحساد آخر كلام ما أدري والله وش رأيك أنت طيب اسمع صلى الله إيش رأيك في الأبيات هذه نقول صح لسانك يا سائلا عن موطني وبلادي هادي ومفتشا عن موطن الأجداد هادي وطني به البيت الحرام وطيبة وبه رسول الحق خير منادي وطني به الشرع المطهر حاكم يفني ويرهق ثورة الأحقاد سلام كيف؟ الله أني أشوف فيك سبحان الله والله أني ما بنى لي قيمك أبو صالح لكن أقسم بالله العلي العظيم أنك إعلامي ناجح الله يطول عمرك وإن شاء الله نتقابل في إحدى المنصات الإعلامية العظيمة بإذن الله تعالى ونتجاوز هذه المرحلة والكثير من المراحل والمصاعب ونتخطاها ونكافح ونجازف من أجل حلمنا طبعا إن شاء الله أنهم حتى ولو جرت الرياح بما لا تشتهي السفن كيف؟ الله كيف؟ هذا إيش يقول فيها؟ يقول تجري الرياح بما تشتهي السفن فرد عليه قال نحن الرياح ونحن البحر والسفن كيف؟ الله عليه هذا من؟ هذا رد واحد رد عليه طبعا أنا على بعيد صح؟ لا والله أنا شاعر قالها ليش قال
تدري انا وش قلت؟ تدري وش قلت؟ ايش قلت؟ طلع لي ذاك اليوم طواري وانا اكتب لي بيتين بس. ايش قلت؟ والله اني ناسيها بس انت ظنك سمعتها. مقطع مشتهر لي والقصيده مشتهره لكن ما حطوا اسمي اللي يقول جات معذبتي في غيها بالغسق. الغسق. اي جات معذبتي في غيها بالغسق. الغسق. الغسق. كان هالكوكب. كان هالكوكب الدري فلفق. فلفق يا سلام. فقلت لها نورتي يا خير زايرة. فقالت أما خشيت همات ما خشيتي من الحسادي في الطرق. هماش همات ما خشيتي من الحسادي في الطرق. قالت أنا والله إني يا فهد يا رفيع الرأس تراني من البارح تراني من البارح قالت تراني يا فهد لو بروح ما تدريني من البارح ما ذقت النوم. قلت لها ايه يا بنت شيخ معرب روحي في امان الله وانتي من روس قو سلام. قالت ايش من الشعر وهي في عينها الدمع ثاير ايه بدأت تزبط ايه وتنه على ضلعي مثل البصل والثوم. البصل والثوم حرارة. الله حرارة الله حرارة. ايش من ريح. شوف شوف القصيدة لازم يجي فيها نكهة بهارات شيء. ايه قلت لها انت عن رحتي وجيتي لعاد تاتين لو اطيح واقوم ايه على وزن الثوم. ايه على الثوم. قالت حرام علي بالملازيم ما جيك حتى لو ولا الموت يبلغ الحلقو. الله 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 يحرمنا من هذه الابيات. كيف الله يحرمنا بالله. كيف والله ما يبزين يعني اسوء ابيات كنت سمعتها في حياتي. صح اي والله بصراحه انا الواحد استانس اللي يكتب قصيد ما يبزين. لا انا صرت احس بالعكس انا والله اني اذا كتبت الابيات الحمد لله ما كنت سمعت قصيدتي في 3 تسعات. لا والله اقول سلام يا الشاه يلي مكون من 3 ارقام. الهارس يا شباب الهارس شو بس سعد اسلم يقول سلام يا الشاه يلي مكون من 3 ارقام. سلام يا الشاه يلي طعمه ولونه لونه. سلام يا الشاه يلي من 3 اعوام. في راسي المكنون مكنونه لونه. سلام وانه يرد علي وعليكم السلام. تعال تعال اجي سد ما سمعت قصيدتي بعد 3 ساعات. اسلم انا ما كتبت الشاهي كتبت في العسل. ايه قلت سلام عليكم السلام لكنه ما رد السلام. افا ذره ضايق علي يوم ما قلت له شلونه وشلونه. قلت له انت وش علومك تمام. قال ابشرك الى الحزن في عيونه تبشر بعزك وانا لك حجام. سلام قال انت حجام اسعد مرهونك لا هونه ايه. قال انت حجامي لكن على هونه خفا ايه. ورحت وانا ضايق وفي صدري الام والله ما ادري صاحبك من بعد قفى وشلون. اقوم ودي سدس ومطلع مرحبا ومسهلا. عبد المحسن العبيد. عبد المحسن العبيد يا مرحبا. وعليكم السلام. عبد المحسن العبيد وين عبد المحسن؟ اللي بعدها عبد المحسن وين؟ اقرب من محسن. هاي الله يرحم يا مصعب. ادري ما خويت احد واحد مسير من ذا والله ما قد افا والله بس انك والله انك قرم ما عليك سود وانك كفو وانك محزم وانك مطلق وانك راس اسود وانك 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 درع جنب وانك حزام مليان وانك وافي وانك